الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف في البورصة الرئيسة في بغداد وكردستان العراق. وقالت مصادر إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 148,650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بينما ارتفعت أسعار الصرف في أربيل إلى 148,700 دينار لكل 100 دولار. وأشارت المصادر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد على 149,000 دينار عراقي. انخفض سعر خام نفط البصرة الخفي بالتزامن مع انخفاض خامي برنت والأمريكي، بينما ارتفع سعر الخام الثقيل. وانخفض سعر نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68 دولارا و44 سنتا للبرميل، بينما سجلت أسعار الخام الثقيل 65 دولارا و25 سنتا للبرميل. عربيا سجل الخام الخفيف السعودي 69 دولارا و13 سنتا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 68 دولارا و71 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار النفط العالمية ليصل خام برنت عند 67 دولارا و94 سنتا، وخام غرب تكساس الأمريكي عند 64 دولارا و71 سنتا. كشف وزير النقل ناصر الشبلي عن وجود ضغوطات لإعادة عقود شركة سيركو البريطانية بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية في مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة. وقال الشبلي إن مشروع ميناء الفاو الكبير عجزت عن تنفيذه جميع الحكومات السابقة بعد عام 2003، لافتا إلى أهمية المشروع بسبب ضحالة المياه التي تمنع استقبال البواخر الكبيرة التي تفضل الرسو بميناء جبل علي في الإمارات أولا لتفريغ حمولاتها ببواخر صغيرة من أجل إمكانية الدخول إلى الموانئ العراقية. وأكد الشبلي أن المشروع إذا ما أنجز فإنه يمكن العراق من استقبال أكثر من 30 مليون حاوية سنويا وتوفير 10,000 فرصة عمل. قالت الحكومة الأردنية إنها بدأت بتنفيذ برامج لتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل جائحة كورونا، في وقت فقدت البلاد 140 فرصة عمل 140 ألف فرصة عمل بحسب تقديرات المرصد العمالي الأردني. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين إنها ستطبق إجراءات ومشاريع تمكنها من توفير 14,500 فرصة عمل حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100,000 عامل في منشآت القطاع الخاص. وأشار دودين إلى أنه من بين تلك الإجراءات مشروع لتأهيل وصيانة مواقع أثرية وسياحية في الأردن، بينما ستطلق وزارة الزراعة مشروعا وطنيا للتشجير في مختلف المحافظات لتشغيل 6,000 شاب وشابة من الأردنيين العاطلين عن العمل. ارتفع معدل التضخم في السودان 21 نقطة مئوية في نيسان الماضي. وأظهرت بيانات لجهاز المركزي للإحصاء السوداني ارتفاع معدل التضخم من 341% في آذار المنصرم إلى 363% في نيسان الماضي. وعزى جهاز الإحصاء السوداني هذا الارتفاع بالتضخم إلى زيادة في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ورفع أسعار الوقود. وفي تشرين الأول عام 2020 أعلنت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم عن الوقود ضمن موازنة معدلة أجازها المجلس السيادي والحكومة، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم. أظهرت بيانات رسمية تراجع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2021 في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة ما عدا فرنسا في ظل تفشي فيروس كورونا. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن الناتج المحلي الإجمالي الدول التسع عشرة المشتركة في اليورو انخفض 0.6% مقارنة بالربع السابق في الفترة من كانون الثاني إلى آذار، وبنسبة تراجعت سنوي بلغت 1.8%. إلى اللقاء.